So here we are, finally get to arrive in the middle of Misrata city here, about 250 kilometers east of Tripoli. I've always wanted to come over for Discover Libya, to come over to Misrata and show the world this beautiful city. You're talking about 500,000 population. It's the third biggest city in Libya after Tripoli and Benghazi. I mean, Misrata really, after the revolution in 2011, took the spotlight in a lot of different aspects, both after the rebuilding process and throughout the revolution itself. So we're going to go around to a few different places today. We have an old mosque, the Bin Ghalbun Mosque. There's a tower, the Burj Misrata, it's called. And we have another few places that we're going to bring to you as well. So I'm looking forward to showing you around the city. It's a beautiful day today. City's always lovely and clean here. So let's go and do this on another episode of Discover Libya. So here on one of our first stops that we're going to have is what's known as the Souq Al-Lefa or Souq Al-Arba. It's known to be over something like maybe 300 years old. So we're going to have a look around, and it's been all the traditional clothes, and especially Misrata have their own fashion and their own style in these traditional clothes. So let's go and have a look and see what we can find. So here we are in the market here, and you can see all the traditional, traditionally made, like, you know, the wool, original sheep's wool and stuff like that. And you find this kind of stuff like in all the different cities, but, you know, this is would be Misrata's main market for this kind of stuff. So just have a look through and see what we can find. Assalamu alaikum. اهلا وسهلا كيف اخبارك تمام احنا حسام نجار من ديسكفري ليبيا اللي هي برنامج نديرو فيها اسمها اكتشف ليبيا وقاعدين في مدينه مصراته وشفنا السوق هذا القديم قلنا بالك تعطينا تفيدنا بمعلومه على السوق وهذه هزه طويله والله اوكي تاخذ وقت ليش تعال تحتي تعال ان شاء الله بارك الله فيك شكرا بارك الله فيك ايه ماذا بينا والله نعرف السوق والعتيق هذا هذه هو السوق انا وردت علي جدي يعني جدي وبعد علي والدي ثم جدني ما شاء الله هنا حوالي 62 سنه في السوق ما شاء الله عمر كعمر السوق وتاريخه ما سمعتش يعني انا شخصيا لي حوالي 30 سنه في السوق وانا اصلا ادرس في كليه هندسه دكتور في كليه هندسه يعني مش مكاني لكن جينا حتى ما نخصوش المكان هذا كعائله يعني فما نعرفش حد في السوق من الجيل الاول قال امثل عمر ما ركزوش عليه لكن عنده دائما حاجات تدل على انه هو تاريخه قديم من اوج العهد التركي يعني ايام العثمانيين فعندنا مثلا من خلال المباني اسلوب البني مثلا من خلال نوع الحجاره المستخدم في البني لو كان يجوا فيه من البحر مع البحر يسموه فيه اللي هو الحجاره القويه يعني واسلوب التصنيع فيها اسلوب البني يعني نفسها كان طبعا حاجه قديمه كانت موجوده فتره هذا يعطيك زي ما تقول ما بينه ما بين بالضبط حدود 300 سنه او اكثر ان شاء الله مش اقل من 300 سنه ودائما كان يعني لللبس التقليدي والحاجات هذه طبعا هو اساس اللبس التقليدي كان زمان ما فيش طبعا حاجه مشغولات اليدويه وغيرها كانت موجوده للجرد والعبيه والفرش الارضي اللي كان مصنع يدويا يصنع فيه العزايز في الحجاره يعني. تو دخلت عليه بس دخلت عليه حاجات اخرى بس كلها صناعات تقليديه كلها ما فيش حاجات يعني الشبابيه وغير خارجيه اللي جايه من برا كلها صناعات تقليديه يعني اضافه لذلك داروا له مرحلتين صيانه فيما سبق واحده في عهد الطليان واحده في عهد الملك عهد الطليان داروا له السقف اللي موجود فوق السقف دي كلهم مغيرين عهد الطليان يعني كان صنور غيروا له لوح خشب ظبطوه شويه الخشب الخشب كلام هذا زي اللي عندنا فوق تو حاليا هذا كان السنور اللي هو النخل النخل تاع النخل يسموه في سنور حاليا مكسور في بعض عند المحل الثاني بالتالي خذ منه صوره فيه موجود فيه سنور مش سنور ولكن فيه اللي بعده اللي هو قديم جدا هذا عاملين بس انا بعد هذا لكن نوريك محل ثاني في قديم ونبي نسالك حاجه تو اعطينا فكره كالمتفرجين اللي لبرا اللبس التقليدي المصراتي هل يختلف على اللي في طرابلس وفي المدن الاخرى ولا نفسها ولا في غالبا اسم ثاني ولا لا هو غالبا يعني غالبا تقريبا نفس الشيء تقريبا نفس الشيء يعني حتى الفرق مش فيش فرق واجد يعني الفرق الوحيد بس مع بعض الاحيان
يعني مثلا الشنة، يعني عادة الشنة المنطقة الغربية تلبس اللون أسود، يعني عادة بتعرف عليه. المنطقة الشرقية مثلا أسود والجنوب أحمر، يعني والجنوب أحمر كذلك. السورية مثلا يلبس البدلة العربية، موجودة في كل ليبيا، بس الفرق أنه في تقالب فيها طويلة شوية، في فيها قصيرة شوية، مش عند لوطال اوكي، السورية. فهذه في مصراتة يلبسوا فيها أطول شوية. مصراتة وطرابلس سويسرا يعني تقريبا. اوكي. لكن مثلا في منطقة الجنوب الشرق جدابي وغيره يلبسوا فيها تحت الركبة بشوية بدلة، حوالي شبر تحت الركبة. يسموا فيها عند خشم الساق، هم يقولوا يسموا فيها اوكي. مصطلح تاعها يعني. فحاجة ثانية قبل ننسى، أقول الصيانة الثانية ترى اللي فيها من الملكة، يا الملكة عملوا الأرض الأرضية هذا اللي يسموه فيه احنا الزليز ده، اللي هو هذا بكثر المشي علينا ممسحته بعض منه، حتى الحروف رايحة يعني ممسوحة، هذا ممسوح من هدم علينا أيام الملكة يعني. هذه مرحلة الصيانة اللي مرن به، وكانت المنطقة دي كاملة أسواق نفس الشيء، كان في سوق الزيت، سوق الخضرة، سوق اللحوم وغيرها وغيرها يعني. كل المنطقة دي حتى مسحوها فترة في العهد السابق يعني، ما جهل احنا نقول جهل كشيك يعني، مسحوها هم ضاعوا من الاغراض وخلوها ساحه مفتوحه، بس المتبقي السوق الوحيد المتبقي هو السوق هذا. وممكن في اختمنا على سوق الذهب ولا قاعد حتى هو مش بعيد هلبه، ايه فيه فيه مازال بقايا من سوق الذهب، صحيح بقايا منه، بقايا منه ايه بقايا، لكن هو معظم مسحون الاسواق يعني، كسرون ما حس مش حاسين خساره، مش حاسين بال، وكان هو حتى هو الاسواق الاخرى كانت عتيقه زي هذه، عتيقه نفس الشيء، يختلف التصميم تاعها من سوق لسوق. الخضره عندهم اسلوب يختلف، هذا اللحوم الحوت غير، كل واحد اسلوبه، لكن كلهم سوق مسكر من فوق وباب كبير وباب صغير وكذا يعني كذا. ايوه، فكان الناس طبعا في لو جو يوم بكره خميس او الاحد او الثلاثاء وخميس، ثلاث ايام بالاسبوع في سوق المزاد العلني، يعني الناس يجيبوا في مصنوعات تاعتهم من النجار وغيرهم، ما يعرضونش مباشره على التجار حتى يحدث نوع من التنافس، فكان في مزاد علني، فموجود حد الان موجود كويس. الناس اللي يصنع شيء يجيب هذا نسموه فيه احنا الدلال، ياخذ الدلال القطع ويمر بها على التجار كويس، لين يرسل السعر تاعها ثم خلاص يعني اخر واحد اخذها كويس، حتى للزبائن واحد للاسعار وتنافس على نفس اسعار. بعض الحالات الحاجات تلقاها تزيد سعرها ويجي ايام تنزل ويا يعني، ديما نسمع بكم في مصراتة ما شاء الله تجار من يوم كان في تقدم في التجاره حتكون حتطلع في مصراتة ما شاء الله، ولا نقول ان شاء الله يعني قاعدين لا لا كويس، تطورات تطلع من ان شاء الله، ان شاء الله فرصة سعيدة، إن شاء الله بارك الله فيك. احنا تو ممكن ماشيين لأحد الجوامع العتيقة اللي بن غلبون، وهذه خطوتنا الجاية إن شاء الله ربي يوفقك، فرصة سعيدة وشكرا على المعلومة، شكرا مرحبتين بك، فرصة سعيدة، السلام عليكم. شكرا. So as we're driving along to one of our next destinations, we're driving and I suppose every city has its dark past, and here there was an arch called Gozitik, and it was in the old time of the Italian occupation. It was a time when at this place, at this site, was the place where the executions were carried out, and later on then in the 1980s in the old time of the old regime, this monument was built to as a memorial to the probably thousands of lives of Libyan lives that were lost through executions by the Italian occupation. So I suppose it's something that we'd like to show as well on the program, as every city has a dark past and every country has a dark, has some dark part of its history, but this memorial still stands here. And so, Allah yarhamhum. May Allah rest their souls in peace, inshallah. So on our journeys, we're here at what I've been told is the oldest mosque in Masrata. It's called Jama Zurug. And I'm going to be visiting a doctor. He's a local man from Masrata here. And he's knows a lot about the dates and the times and stuff like that. So we're going to visit him. Hello, assalamu alaikum. اهلا وسهلا بك. شنو اخبارك؟ تمام ان شاء الله. فرصه سعيده. انا اسمي حسام النجار. اهلا وسهلا بك دكتور علي. طبعا هنا سمعنا ان هذا يعني ممكن اقدم جامع في مصراته، مزبوط كلامك؟ نعم. اوكي، فممكن تعطينا هيك شويه فكره على الجامع؟ نعم. هاي خلينا نشوفهم. بسم الله. هذا المسجد بني في القرن الخامس عشر، بداية القرن الخامس عشر، لنا أحمد زروق وهو شخص جاء من بلاد المغرب من مدينة تونس،
ذهب إلى مصر ثم رجع من مصر واستقر في هذه المدينة، بنى هذا الجامع في القرن الخامس عشر، وكان جامع عتيق، جامع مهم جدا، انضم لغالبية الناس. هذا الشيخ له كرامات كبيرة جدا، وقعد يعني الجامع يعني نقدر نخشوا له. تفضلوا تفضلوا انزلزح الحذاء. اوكي اوكي. واو ما شاء الله، عتيق جدا الجامع، عتيق جدا. هذا من فترة احمد زروق. احمد زروق كان يعيش في هذا المكان، وكان هذا المسجد قد بني في حوالي منتصف القرن الخامس عشر. هذا جامع المنطقة، كانوا ناس قليلون يعيشون في هذه المنطقة، كان عند السوق الليبي قليل جدا. ويستخدم للآن يعني. يستخدم اليوم من هذا، هذا الجامع العتيق، وهناك الجامع الجديد أكبر منه كثير جدا. يستخدم حتى هو؟ يستخدم، لكن الناس يفضلون الصلاة في هذا المسجد القديم. أكيد بتاريخه. الناس الأكيد. يعتبر هذا أقدم مسجد في أقدم مسجد في بصرات عموما. أوكي. هذا الجامع، نعم. So here we are at another location. It's another mosque called the Bin Ghalboon Mosque. And it's not the oldest mosque in Misrata, but it has a lot of history to it. And it's well known, and I think one of the even more well known than the Zarruq Mosque that we were at. And so the doctor, ممكن تعطينا هيك فكرة على الجامع بن غلبون ونفهمه أكثر على الجامع. جامع بن غلبون هذا بناه العالم بن غلبون، كان من علماء القرن الثامن عشر، وعاش في تلك الفترة في فترة حكم أحمد باشا القرملي الأول، وكان من المحبوبين لديه، ومن أصحاب الحظوة لدى هذا الحاكم. هذا الشيخ بنى هذا الجامع في فترة حياتي خلال حكم أحمد باشا القرملي الأول من 1711 إلى 1745، بنى هذا الجامع، وأصبح هذا الجامع يومه الكثير من الناس. موجودة الآن بقايا هذا الجامع وهي أمامنا الآن، وبه كذلك الأمر ساعة شمسية تحدد الوقت، ويصلوا فيه كثير من الناس هذه المنطقة. نعم. مش نشوفوهم؟ ممكن. هاي إن شاء الله. هذا الجهة اللي فيها الساعة. اوكي. كان يستخدم الساعة هذه. ما يستخدم هذه الساعة، ساعة شمسية. وهذه شنو هذه؟ مدخل. ترميم مش مديرين لا بدون ترميم، باقي بكل ترميم خارجي، لكن ترميم داخلي لوجة هناك ترميم. هذا الشكل الأصلي. هذا الشكل الأصلي، وهذه لوحة للبناء، هذه لوحة قديمة جدا. هذه عليها ممكن نعم. بعض الأشخاص اللي بنوه المسجد نفسه. هذا تاريخ البناء. تاريخ البناء أمامنا الآن، و نخشوا لداخل نشوف. ممكن تدخل. نعم. أوكي شكرا. طبعا بني خلال الحكم العثماني، هو حكم القرملي بالتحديد، الأسرة القرملية، بداية الأسرة القرملية بعد اغتيال العهد العثماني الأول بشقي عهد نواب السلطان وعهد الدايات. انتهى هذا العهد 1711 بدأت حكم الدولة القرملية، استمرت حتى 1835. هذه الدولة بني في هذه الفترة هذا الجامع في بداية الأسرة القرملية بالتحديد في عهد أحمد باشا القرملي الأول، مؤسس الدولة القرملية من 1711 إلى 1745 بني هذا الجامع. بداية الأسرة القرملية. نعم. نروح نشوف هلا. تفضل. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الفلاح. الله أكبر. الله إلا الله.
So apart from all the older parts of the city that we visited and all the older kind of places, the mosques and stuff like that, there's also a lot of new stuff happening in Misrata. New malls, new marketplaces. So we're going to go in and have a look and see what the new stuff is like too. So as you can see, this is probably one of the many new malls and supermarkets that are after opening up in Misrata. Seems well packed and everything going for a couple of stories up and all the stuff you can imagine. So just have a quick look around and see what they have on store. So here we are in one of the places here in Misrata, I suppose, well known for the remnants of war. It's called the Ma'arad al-Shuhada, or the Memorial to the Martyrs. And just to bring you back in time to 2011, when that destruction came to the streets of Misrata to destroy it from the old regime, and to show you some of the work that the men here in Misrata did to support themselves and to help repel the attacks of Gaddafi's regime. I mean, this is your normal caterpillar, but welded to it like a thick plate of iron to protect the drivers as they would have crushed through checkpoints or made way for the tanks. I mean, we go through here. I mean, we have a Hauser here. This Hauser tank, probably unstoppable to men, revolutionary fighters, who would have had little machinery or weaponry to take on such a giant tank of this size. I mean, the thickness of the metal here is unbelievable, and yet it took a strike in the front and blew up. You see the remnants. We see the remnants here of all the ammunition and artillery, the rocket propelled grenades, the missiles, the Grad missiles, you know, the tank shells, some of the machinery that was used for the death and destruction. I mean, even the ambulance here, which should be always clear of any kind of being fired on, you can see that it's been clearly being destroyed, and God knows if the people and the driver, I'm sure they probably died too, trying to save people's lives. The story of Misrata in 2011, we heard all over Libya. I mean, as you see here, the missile launcher of a C-5 missiles for the helicopters, they took those weapons and transformed them into weapons that they could use against the Gaddafi brigades. These here would have been the mannequins that they used to show in front of the snipers. They'd put out the mannequin, the sniper would attack the mannequin, they'd kind of know where he was. All memorial and all testament to Misrata and its fighting and its will to defeat the Gaddafi regime. Here on the left here is the
the Ma'rad, or the actual memorial center, and it has hundreds of pictures of martyrs and shuhada that died in the fight against the regime. I think something else that the Masratans have done, over the years has been collect trophies of their victories. And as you see here, that's the clenched fist statue that was in front of Gaddafi's house in Tripoli. After they won, they brought it here. If you see in the eagle in the background, or the falcon, that was over Katibat Khamis, his barracks in Tripoli, one of the most feared and revered barracks in Tripoli. And if you look over here, in their latest attack against ISIS, this is their trophy for defeating ISIS in Tripoli. And you have, this was the stand that was used to kill and to murder innocent people when ISIS would hang people and they would cut people's head off. It was done on this stage here. So all brought back here to Misrata, and as signs of victory in their war against these different oppressive regimes, whether it be Gaddafi or whether it be ISIS. And so what better way to end this episode of Discover Libya, and a beautiful city which I wish, I hope, continues to progress in the future. So it's been Hussam Najjar for the Libyan Observer doing Discover Libya. Until next time, in the next episode, thanks for watching.